الو، مساء الخير استاذ نافع، مرحبا بيك. مرحبا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا، نعرف اليوم يوم مزني ومتعب، تو كنت نقول بالنسبه لكم كهيئه دفاع عن الاستاذه عبير موسي، لكن انت يعطيك الصحه على الاستجابه لهذا الطلب وللتوضيح. الناس كل تستنى باش يسمعوا اذاعات، وتابعنا الحقيقه اللايف نتاع اللي نزل على صفحه الاستاذه اللي كنتوا حاضرين فيه واللي تكلم فيه الاخ وصديق كريم كريفه. نحبه اكثر ومزيد، الناس تحب اكثر ومزيد من التوضيحات على القضايا هذه. هو مؤسف اني نسالك تو ونقول لك شنو صار في القضيه اللي تقدم بها اتحاد القرضاوي اللي مؤسسه يوسف القرضاوي اللي هو ارهابي ضد الاستاذه عبير موسي. هو شيء مؤسف، لكن اللي غالب تلك الحقيقه توا اليوم ما نجموش ننكروها. اليوم اتحاد القرضاوي يتشكى بالاستاذه عبير موسي وفما زوز شكايات، خلي يفهموا اكثر. شكايه تقدمت بها تقدم بها الاتحاد هو كهيكل اتحاد العلماء المسلمين، وشكايه اخرى سكيباري تقدموا بها اشخاص، مع انه المؤيدات تقريبا نفسها اللي تقدموا في الزوز شكاوى. هات نبداو بالسؤال هذا استاذ. اي، هما في الحقيقه زوج شكايات، وبالتالي تفتح عليهم يعني عدد سنين ملفات تحقيقيه. لكن الاشكال انه معناها من اجل نفس الافعال، يعني هل التفكيك هذايا اللي هي مساله قانونيه، تو ماهوش هذا المجال باش نحكي على مساله التفكيك وما يسمى بالهيومانيزاسيون دي بورسويت، معناها انسانه التتبعات. مش معقول شخص من اجل نفس الافعال ان نفكوا له القضايا ونولدوهم وتولي من ملف يوليو اثنين وثلاثه واربعه. بالضبط كما صار مع الليبي، مع هيئه الانتخابات، عندها اربعه، معناها في المزمن اربع شكايات من اجل نفس الافعال ونفس الموضوع. وبالتالي معناها يمشيوا يعملوا اربع شهادات مستقله ويتحلوا اربعه معناتها اربع ملفات تحقيقيه في حق الاستاذ عبد الموسي. فلا، على كل حال معناها موضوع نتاع مراجعات قانونيه ماهوش هذا المجال باش معناها نفضحوا روس الاخيان اللي معناها المستمعين والمشاهدين. إذا هذوما زوز شكايات تقدموا بهم اتحاد علماء المسلمين، يسمى اتحاد القرضاوي. فكل الاعتصام اللي صار، الاعتصام الأول اللي دام لعدة أشهر، واللي كان تفكروا تفض بتدخل أمني ضمن حكومة المشيشي. بالضبط. والافعال هذه بتاع ما ينسب للاستاذ عبير موسي هو هذاك الاقتحام، لانه معناه في الليله الفاصله بين 9 و10 مارس، لانه هذاك ماهوش اقتحام اصلا. وبينا احنا في الملف انه المساله معناها ما كانتش اقتحام، ومصورة بالصوره والصوت. وبالتالي هما شو يقولوا وقعت سرقه صور، معناها مثلت الجراه، وقعت سرقه معناها بعض المحتويات. هم يحزنون، هي بعض الاوراق اللي كانت في مقر القرضاوي، وهي عباره على معناها دي بوليكوب نتاع دروس نتاع ديكور، يعني محاضرات في الشريعة الإسلامية، وأوراق امتحانات. امتحانات نتاع كلام، لا معناها اجتازوا الامتحانات، وفما معناها أعداد 14 على 20 و15 على 20 إلى آخره. وبالاطلاع على تلك الأوراق يتبين أن المسألة تهم معناها تطبيق مسائل معناها الشريعة الإسلامية في مادة الأحوال الشخصية. وبالطبع هذا يعتبر تهديد لإنجازات الدولة الوطنية والدولة البرجوبية ولإنجازات مجلة الأحوال الشخصية التي حضرت المرأة. ناهيك وأنه كما تعرفوا، إذا كان تتفكروا في النقاط التنويرية اللي كانت تأكد عليهم وتقسم بهم الأستاذ عبد الموسي في هذا الصدد، كيفاش يحكيوا على الطلاق والطلاق البائن والبينونة الكبرى والبينونة الصغرى والطلاق الرجعي، وطلقتها من شعرها من يدها من يدها، معناها في اطار الفتره، معناها الاستاذ عبد الموسي تقول لي تقول لي تقول لي اخي طلقوا المراه طايح طايح، معناها شوف وصلت الامور. وهذا يعتبر
يعتبر تهديد جدي لنمط العيش التونسي اللي تعاملنا عليه، وهذا اللي يبين المنهج ويبين الهدف الاساسي من هذه الجمعيه، من هذا الاتحاد، ومن هذه الدروس التي تلقى في هذا المقر. وهذه من المقرات، لانه كما تعرف فما مقر في الساقس على ميد، ومقر اخر هذه في جهه الساحل ما نعرفش. المهم فما اكثر من مقر، هو مقر في تونس العاصمه ومقر في صفاقس في بالي. مقر في تونس و مقر في صفاقس. طيب اي فما اكثر من مقر. تبارك الله زادوا حلوا اي دروس من النوع هذا لتاهيل التلاميذ، معناها سواء نظام على تطبيق الشريعه الاسلاميه، وهذا في تناغم تام في الحقيقه. اليوم هذا ما بينته الاستاذه عبير موتي في البحث التحقيقي، في تناغم تام مع القانون الاساسي لهذا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين اللي ما قروا ايرلندا في العاصمه الايرلنديه دوبلان. ومعناتها ثم نقله الى العاصمه القطريه الى الدوحه، ثم حسب قانونه الاساسي يتم فتح معناها عده فروع اقليميه وقطريه معناها في جميع انحاء العالم، خاصه منها في الدول العربيه ومنها تونس. ويقول معنى القانون الاساسي وانه معنى هو الهدف الرئيسي هو الوصول الى تطبيق الشريعه الاسلاميه. طبعا هذا معناتها يشكل تهديد لمدنيه الدوله، وكما تشوفوا كما معناتها عشناه الكل مع بعضنا، كيفاش الاسلام السياسي تغلغل في تونس ووضع منظومته منذ معناها كان انتخابات 23 اكتوبر 2011 الى حدود معناتها الى اليوم الحقيقه. بالضبط معناتها الاسلام السياسي خذا معناها اصوات كبيره في الساحه السياسيه التونسيه. بالطبيعه قاومته الاستاذ عادل موسي كما تعرفوا بالاعتصام ضد معناتها اتحاد القرضاوي بنضالاتها داخل البرلمان التونسي قبيل 25 يوليو و21 الاخرين. دونك هذه هي تقريبا الوضعيه باختصار. نحب ناكد وانه بمناسبه التحقيق هذا في الشكايه تاع وكر القرضاوي بين الاستاذ عادل موسي وظهرت للسيد قاضي التحقيق وجود عدة جرائم هي شبه جرائم في الحقيقة، ما نجموش احنا نصرحوا وان نقولوا انها جرائم قول وفعل، لكن هناك شبهات جرائم وشبهات جرائم تحديدا إرهابية بينته هذا للسيد قاضي التحقيق، وعليها احنا كلسان دفاع طلبنا السيد قاضي التحقيق معناها تفعيل مقتضيات الفصل 14 في معناها رفع تقرير معناها للنيابه العموميه في وجود شبهات جرائم ارهابيه. ما نعرفوش اذا قد التحقيق سوف يستجيب او لا. على كل حال تم تدوين هذه الملاحظات صلبه محضر السماع، صلبه معناها مرافعات المحامين اللي ترفع عن اليوم، ولكن نحن في انتظار معناتها رد طويلة لمدة ساعات اليوم ذكرتني الحقيقة، كنت نسمع فيها بكل اهتمام، ذكرتني بجميع النقاط التنويرية اللي قامت بهم طوال الاعتصامات أمام مقر هذه مقر القرضاوي في شارع ثابت بن باشا، وجميع تلك النقاط ذكرتني فيهم الحقيقة اللي أثرتهم من قبل التحقيق، هي جميع تلك النقاط اللي قالتهم للرأي العام في نطاقها التنويري. هذا هو دكتور.
به. وبالنسبة للقضية متاع الانتخابات، شنو اللي صار فيها؟ معناها تأجلت على قضية ترفعته؟ الانتخابات شوف، احنا كنا نعرفوا اللي قضية القرضاوي بتستخدمها وقت طويل، ومعناها حجم، معناها قضية دسمة وحجم دسم، معناها من المؤيدات ومن المعطيات. وبالتالي احنا اكتشفنا كذلك اليوم بمناسبة معناها فتح بداية التحقيق في قضية هيئة الانتخابات، وأنه هيئة الانتخابات قدمت عدة مؤيدات أثناء معناها بعد غرة سيبلي. ما تعرف أول موعد كان في قضية ليبيا هذه أمام التحقيق العسكري، كان مطول طلع بالموت في غرة سيبري، وأصدر فيها بطاقة إذاعة بدون استنطاق، وقت اللي سميناها ذيك بطاقة إذاعة في الطريق العام، على قريعة الطريق، بحضور الحماية المدنية والطبيب هذا المبعوث، قال هو مبعوث من السيد وزير الداخلية إلى آخره. وبالتالي ما صارش الاستنطاق وما صارش أخذ الهوية. أصدر ذلك إذا ولمدة معناها 5 أشهر إلى اليوم، معناها كي نحكموا في الغرب في اليوم نلقاو احنا في 5 شهور وأكثر، هو حالة تنسق في هذه القضية. وكانوا في الأثناء انطلقوا مؤيدات جديدة، طرحوا أوراق جديدة حطوا وجود باتباعهم جدد، معناتها يمكن موضوعهم معناتها تصريحات الأستاذ عبد الموسي. وقعنا تمسكنا بوجوب التأخير حتى نطلع على هذه الأوراق الجديدة وهذه المؤيدات، وإحنا بدورنا كهيئة الدفاع ومعنا الأستاذ عبد الموسي عندنا كذلك عديد من المؤيدات الجديدة، معناها مؤيدات لها أهميتها على وجه الخصوص. نقدمهم وعلى ضوء المؤيدات اللي قدمها مطرست، قدمها مشاكي، باش نقدموا نحضروا زاد وسائل الدفاع. فأخرنا الموعد لاحق، وهو يوم 5 جويلية 2024، باش يكون يوم الجمعة القادم إذا كان مانيش غلط، بالضبط 5 جويلية يوافق يوم الجمعة القادم. بالضبط. دونك هذا هو. بالنسبة للقضية الثانية نتاع القرضاوي، اي كيف تم تأثيرها، لكن لم نحدد موعد الحقيقة، لأنه بكل بساطة اليوم حكينا معنا بالمعقول، قلنا له موعد 5 جويلية ما نتصوروش أنه يتسع لقضيتين. تقريبا من باب المستحيل أنه يقع سماحة في زوج قضايا، لأنه في كيس زاد قضية ليجي شكاية الانتخابات، زاد قضية تشمة وعندها حجم كبير من الأوراق، ومعناها باش نبينوه وباش يطول زاد التحقيق كيما طول اليوم. وبالتالي نخليو لكل قضية معناها نخليو لها اليوم معناها مستقل بذاته، وهذا ظهر لي من حسن سير القضاء ومعناها من حسن معناها شروط المحاكمه العادله. باهي استاذ، حتى لا ينهك قاضي التحقيق ولا تنهك الاستاذه ولا ينهك معناها المحامون سنة الدفاع. به استاذ، انت توا بعد هالساعات نتاع المرافعات اللي حضرتوا فيهم اليوم، معناها متفائلين انتم كهيئه دفاع بالنسبه للقضايا المتعلقه بالاستاذ عبير موسي، متفائلين انه الحق ينجم ياخذ مجراه، ولا انه ما يتمش منحه من الترشح للانتخابات الرئاسيه بطريقه او باخرى، ولا معناها انتم شنو متوقعين؟ لا، الى حد الان ما فماش منح قانونا، ليس هناك اي حكم جزائي مطلق. نعاود نقولها للمره الالف، الى حد هذه الساعه ليس هناك اي حكم قضائي يحرم الاستاذ عبد الموسي من حقوقه المدنيه والسياسيه، وبالتالي يحرمها من الترشح. ما هوش هذا الاشكال الكبير، الاشكال الكبير وانه تهاطل عدد هذه القضايا. في الحديث عبد الجاد في القضية هذه نتاع القرضاوي اللي اليوم بحثنا فيها لأربع ساعات، راهي قالت الأستاذ عبد الموسي ما حدش فرح، هذا مهم راهو. باهي.
فهمت معناها الأخير عاد، الحمد لله ما فهمناش الزاد تحت جديدة جديدة. الأخير عاد، ده ده الأخير أستاذ، إذا كان معناها اتحاد القرضاوي وحالة إيداع وقتها عاد الأخير معناها. والله ما عادش نستغربوا من حد شيء دكتور، لأنه برشا معناها الحقيقة، الحقيقة خلي نقولوا راهو هذه قضية سياسية مغلفة، معناها قضية سياسية مغلفة في عديد الملفات القضائية للأسف. وللأسف معناتها نلقاو روحنا معناتها نلقاو السلطة القضائية، يعني أنا ديما نأمن عندنا سلطة ولو أنه هو دستوريا دستور جديد حد يردها وظيفة، لكن نبقى نأمن أنها سلطة مستقلة. ما هوش باهي، ما هوش حلو، ما هوش مستفاد، عيب وأنت عيب، وأنه سلطة قضائية تنخرط معناها في خصام سياسي بين الأطراف. بالعكس السلطة القضائية هي تحكم وتفصل النزاع لما يحتد النزاع معناها بين الأطراف، فأنه السلطة القضائية المستقلة هي التي تحكم وتفصل النزاع. لأن ما هو دور السلطة القضائية باش تقضي أي كان وأي شخص أي مترشح محتمل للسباق الرئاسي، معناها هذا غير معقول. وبالتالي احنا شو نقولوا؟ نقولوا اللي للاسف معناها عبير موسي في السجن بقناه سياسي، ما نغطيوش عين الشمس بالغربان، وعبير موسي ماهيش مستخرج الا بقرار سياسي او بانتخاب الشعب لها، معناها ولو اذا كان معناتها الشعب التونسي اعطاها يعني ثقته، معناها ماهيش مستقر الا باراده الشعب التونسي عندما معناتها يمنحها ثقته. هذه هي توا اللي كانت فيجور اللي موجودين، الاحتمالات اللي موجودين. نحن بالطبيعه نقعد نمنوا بالمسار الحقوقي والمسار القضائي، وندافعوا ولا ندخر جهدا في الدفاع معناها عن حقوقها الشرعيه من الناحيه القانونيه، لان ما عندناش سلاح اخر الا سلاح القانون. معناها باش نبداو واضحين اقولها بكل ثقه في النفس، ما عندنا حتى سلاح اخر الا التسلح بالقانون وبالقواعد القانونيه. هذا هو واضح أستاذ، ما نزيدش نتعبك الليلة، ظاهر معناها تعب كبير. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، شكرا مرة أخرى على قبول الدعوة، وكل التحايا من المتابعين توا يبلغوا لك كل التحايا متاعهم، والشكر والامتنان على كل المجهود اللي قاعدين تقوموا به أنت وسائر أعضاء هيئة الدفاع. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ نافع، صباح الخير. صباح الخير.